تعالوا بقى نروح كمان لكأس مصر، وتقام الآن مباراة بتجمع بين النجوم مع رايا في ختام مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، وصعدت أندية بروكسي وألومنيوم أبو قير للأسمدة ولافيانا وبور فؤاد وبترول أسيوط وجمهورية شبين ومكادي والنصر والواسطة وبتروجيت والقناة وترسانة، وكل الأندية دي هي الأندية اللي صعدت لدور 32 لكأس مصر. عايزه اقول لكم ان قرر السيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت صرف مكافاه الصعود لدور 32 لكاس مصر بعد نهايه المباراه بالاداء الجيد والفوز على ايسترن كومباني بست اهداف دون رد، سجلهم احمد الصعيدي طبعا سجل هدفين، وفارس رضا هدفين، واسلام هشام ومحمود فيليكس هدف، فالمباراه انتهت بست اهداف لصالح بتروجيت.